مرحبا بكم جديد. مواصلين إذن في حكايتنا لليلة، نفهموا شنو اللي صار في علاقة بملف إيفان كيلير في فرنسا، هذا القاتل المتسلسل اللي بشكشف الملف متاعه على خور كبير في خدمة الأمن. من بداية التسعينات إلى بداية الألفينات ما فما حتى مرة باش يتقلق فيها كيلير. فما شكون شكابي، فما شكون قال، فما شكون وجه التهم، فما العائلات طلبت أكثر تحقيق في وفيات الناس الكبار. ما فما حتى إجراء باش يتم استعماله مع إيفان كيلير. حتى بداية الألفينات خوه بيير باش يمشي للأمن ويقول راهو خويا قاعد يقتل في الناس الكبار. هي الحكاية راهي تظهر الدوخ شوية روا، أما هذا اللي صار. الأمن دخل منا خرج منا، مش باش يعطي أهمية للموضوع. كي الحكاية بدأت عادة وصلت عند خوه وخوه بدأ يبربش عليه وكذا، سيفان باش يمشي لسويسرا، وفي سويسرا باش نلقاو السكتات القلبية متاع النساء الكبار. فجأة حسيلو باش تتواصل الهدرة هكا حتى 2006. بيير باش يعاود يقدم معطيات جديدة فيما يتعلق بقضية جديدة، والمرة هذه فما مؤشرات واضحة على أنه إيفان كيلير هو اللي وراء العملية متاع وفاة المرأة الكبيرة. والمرة هذه وأخيرا باش يتم التحقيق بصفة جدية مع إيفان كيلير، باش يتم إيقافه هو وصاحبته سيفرين والشوفير متاعو اللي كنا أحكينا عليه فرانسوا. وفي الإيقاف وقفوهم، أما الحقيقة 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 ما عندهم حتى دليل ملموس، لا بصمات لا آثار لا أدين، لا هم يحزنون حتى شيء، اتهامات وبر. وفي مواجهة الاتهامات كيلير باش ينكر، أبدا ما عملتش، أين قتلتهم؟ أبدا ما عندي حتى علاقة بالموضوع. وكي نسألوا عليه هذا يا سي إيفان كيلير نسمليح، معناها جماعة حومته يقولوا لي هو إنسان نسمليح برش، يحب برش الحيوانات، هو أصلا يوكل في حيوانات الشارع يوكل فيها في الماكلة، خرج لهم الماكلة ويتلهي بهم، هذا باش يقتل الناس يزي الهدرة دي. لكن المرة هذه الأمن باش يعتمد على الحيلة، باش يقولوا له أنه صاحبته سيفرين قالت كل شيء، وأنها باش تعتبر مشاركة معاه في الجرائم متاعه، وبالتالي باش تشبع حبس كيفها كيف. هنا باش نكتشفوا أنه إيفان كيلير قلبه رهيف وكله إلا حبيبته سيفرين. نعترف لكم بكل شيء أما على شرط سيفرين تخرجوها من الحكاية الجملة. مش برك مالش نوع ماذا بيا تعملوا لها دار وتعملوا لها منحة شهرية اجتماعية. ونعترف لكم بكل شيء. البوليسيه مش مصدقين برشا شنيا قاعد يصير قدامهم، ولكن قالوا له باهي الله يبارك، هاي سيدي تو نعملوا لها، هاي اعطينا انت بركه للواحد. باش هنا إيفان كيلير حكى لهم شنو اللي يعمل بالضبط. إيفان كيلير كان يدخل لمنازل العجائز هذوما على اساس باش يسرقهم. إيفان كيلير عكس برشا القتل المتسلسلين اللي حكيت لكم عليهم، ما عندوش يدافع قتل كما شفناه عند الاخرين يحب القتل من اجل القتل، لا، إيفان كيلير كان يحب ياخو فلوسهم، ولكن باش يوصل ياخو فلوسهم غير ما يشلقوا بيه ويشكيوا بيه كان لازم يتعدى بالنسبه ليه من خلال عمليه قتلهم.
هو كان في وقت من الأوقات عمل شركة متاع جنان، معناتها يتلهيو بالحدائق متاع الناس، لكن الشركة ما مشيتش. أما من خلال هالشركة اللي عملها فهم أنه فما برشا نساء كبار في العمر يعيشوا وحدهم، وأنه هالنساء الكبار في العمر مخبين عادة تفتوفة باهية في الدار، يا في الخزانة يا تحت المخدة يا في الجراية، وعادة يعيشوا وحدهم أغلبية الوقت. أولادهم ولا أقربهم يجيوهم مرة اثنين في الجمعة ولا في الشهر وانتهى الموضوع. بعد ما فشل مشروع متاع الجنان، حل مشروع متاع قاتل متسلسل، وبدأ يدخل للديار. يدخل كان يعمل بروفوكاسيون تاع السكتة القلبية. ما نحبش نعطيكم الحقيقة الروسيت بالضبط كيفاش، ولكن كان يسكر فم الضحية متاعو بطريقة أنه يتقص عليها لهواء بطريقة أنها تموت نتيجة السكتة القلبية. ثم يهز اللي باش يهز ويغادر المكان من غير ما يخلي حتى بصمات وحتى آثار. مازالوا قاعدين يحكيوا معاه العناصر الأمنية، ومازالوا قاعدين يقدموا معاه في البحث، ولكنه كل مرة يقول لهم جيبوا لي إمضاء القاضي أنه يقبل اللي قلت عليه على صاحبتي سيفرين، أنه باش يخرجها براءة وباش تعطيوها دار ومنحة. القاضي رفض الطلب متاعو. الشيء اللي باش يخليه إيفان كيلير يتراجع في أقواله، يبطل قول لا مانيش باش نعترف وما قلتش، وهو الاعترافات اللي كنت أقول لكم فيهم مازال ما صححش عليهم، كلامه برا قالوا للبوليسية، وبالتالي ما صححش. وبالتالي القى القاضي روحه في ورطة نوعا ما. من شيرة السيد قال لا ما قلتش الكلام اللي قالوه البوليسية، ما قلتش. ومن شيرة أخرى هو قال أنه ما هوش باش يعطيه الوعد اللي يحب عليه في علاقة بصاحبته سيفرين. وهنا باش يصير معطى باش يخلي كل عائلات الضحايا ياكلوا صوابعهم على عجز السلطات الأمنية والقضائية في فرنسا في هاك الوقت على أنها توصل إلى نتيجة في هذه القضية. بما أنه إذن في 22 سبتمبر 2006 إيفان كيلير اللي كان رهن الإيقاف فقط باش ينتحر في الزنزانة متاعو باستعمال خيوط السبادري، انتحر من غير ما يكشف الحقيقة. انتحر وعائلات الضحايا عمرهم ما عرفوا شنو اللي عمل بالضبط العائلات. انتحر من غير ما يقول قديش عدد الضحايا النهائيين متاعو. هل كل اللي ماتوا في الألزاس بسكتة قلبية هو قتلهم؟ ما نعرفوش. قديش قتل؟ 20 30 70 100 150؟ ما نعرفوش. انتحر ومشى السر معاه. ومن المضحكات المبكيات انه صاحبته سيفرين مش ترفع قضية على السلطات الفرنسية بسبب موت إيفان بسبب الإهمال، وبش تربح القضية وبش تتعوض 10,000 أورو على وفاة صاحبها. أما العائلات تاع الضحايا الأخرين الكل ما هم بش ياخذوا حتى دورو ولا فرانك ولا أورو على كل الضحايا اللي قتلهم إيفان كيلير. فهل ولد إيفان كيلير ليقتل؟ نستنى رايك وتفاعلك مع المعطيات اللي قدمناها قبل ما نرجع بيك للطفولة متاعه. بما أنه ساعة كما قلت لك قبيلة رو هو من القتلة اللي كان مميز عنده أنه ما كانتش عنده رغبة قتل واضحة، ما كانش يقتل من أجل القتل، كان يقتل من أجل السرقة. هذه الأولى.
والسرقة هذه هي دودة عنده منذ سنوات. إيفان كيلير هو طفل تولد في عائلة فقيرة فيها 8 صغار، هو الصغار والأم والبو يعملوا 10. بو كان يخدم في المينا وما كانش عندهم فلوس، وما كانتش الفلوس الشهرية متاع بوه تكفي العائلة جمعة من زمان، فأبوهم كان صعيب ياسر معاهم خاصة الأولاد، ومطالبهم أنهم يخرجوا يتسولوا باش يجيبوا الفلوس باش يعيشوا. من صغرته إيفان كيلير يتسول، ولكن في عمر 10 إلى 11 سنة ولا كل ما يروح من غير فلوس يأكل تريحة اللي قرر بعدها أنه ما عادش مروح إلا ما يجيب الفلوس. وكي التسول ما يجيبش نتيجة، السرقة تجيب نتيجة، ولا يسرق. يسرق لدرجة أنه باش يتشد في وقت من الأوقات وباش يتحكم عليه بالحبس 10 سنين. لكن بسبب حسن السلوك في السجن فأنه باش يتم إخلاء سبيله بعد 7 سنين فقط. باش يخرج هو في العشرينات من عمره، باش يحاول يعمل بعض الحاجات مش باش يمشي منها حتى شيء، باش يحاول يبني حياته من اول وجديد، وباش يعمل عبارة على الشركة متاع البستنة. لكن كما قلت لك شركة البستنة مش باش تمشي برشا، ولكنها باش تحلو عيني على برشا حاجات. أنه السيدات الكبار في العمر في فرنسا يعيشوا وحدهم، أنه من السهل أنك تلهف فلوسهم، وهذا اللي باش ينطلق فيه طيلة أكثر من 10 سنين، قرابة 15 سنة، وهو باش يقتل قرابة 150 سيدة وباش يخذلهم فلوسهم وباش يعيش عيشة هنية ما بينات السهريات والشيخات والجو ودار وصاحبته والكلاب اللي يتلهى بيهم وذاك الكل. فهل ولد إيفان كيلير ليقتل؟ خليلك حرية الرأي والتعليق. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.